مرحبا. من السهل جدا بل من الممتع أنه يصب الواحد منا غضبه على من حوله، ومن الصعب جدا ضبط الانفعالات والغضب، ولا سيما في البيت مع الأسرة. ترى ما هو تأثير الغضب على النفس والعائلة ولا سيما الأبناء؟ إذا كنت سريع الغضب وصعب تضبط انفعالاتك، فضروري جدا تحضر هالحلقة لتتعرف على طرق جديدة ومقنعة في إدارة الغضب. تسعدني متابعتكم ومشاركتكم في قناتي، قناة نورة نحاس. الحياة مليانة تحديات، وأغلبنا بيعاني من التوتر والضغط، ومننسى مدى تأثر صحتنا وعيلتنا وخاصة أولادنا لما ما منقدر نتحكم بغضبنا. والمصيبة لما بيوقعوا الأبناء بإيد مربي غاضب، سواء كان هذا الولد أذنب أو لم يذنب، فتتحول العقوبة إلى انتقام وننسى قصة التدريب والتربية. لذلك أول مهمة إلنا كمربين نمسك لساننا ونبتعد عن الآخرين وقت الغضب قدر الإمكان، ولا سيما الأطفال الصغار، لأنه أي خطأ مهما كان صغير ممكن يتسبب بالانفجار ويكون الطفل هو الضحية. طريقة الغضب وشكل الغضبان وأسلوب التعبير عن الغضب كله تحت المراقبة، فالولد يتلقى من والديه كل شيء حرفياً، وكأنه لسان حاله بيقول الآن بابا غضبان أو ماما غضبانة، وإلهم الحق يعملوا أي شيء لأنهم كبار. بكرة لما أكبر رح أعمل مثلهم تماماً حتى أثبت إني قوي وبقدر بعمل كل اللي بدي إياه. والمصيبة فعلاً لما بيكبر هذا الطفل وبيكرر نفس طريقة أبويه بالغضب، وبتكبر وبتتوسع وبتتوارث هالسلوكيات السلبية دون توقف، حتى توصل لإيد مربي واعي مدرك أثر هذا السلوك الضار، فيقرر التوقف عنه وإدارة غضبه بطريقة صح. أثبتت الدراسات العلمية والتجارب العملية إنه الغضب بيخلف مشكلات صحية متعددة تتدرج من الشعور بالصداع والإعياء مروراً بارتفاع ضغط الدم ووصولاً إلى أمراض القلب والجلطات الدماغية، فضلاً عن آثاره السلبية على حياة الأفراد في المنزل والعمل وحياتهم الاجتماعية بشكل عام. ويؤكد الدكتور سبيلر بيرجر أنه يمكن للفرد تجنب كل هذه المشكلات من خلال استراتيجيات بسيطة وسهلة التنفيذ للسيطرة على الغضب والتخلص من التوتر والضغط العصبي. من الأساليب يلي بتخفف نوبات الغضب الابتعاد عن مصدر الغضب إن أمكن، الخروج إلى الهواء الطلق، الوضوء، ذكر الله، الاستغفار، قراءة القرآن، الاستعاذة. يقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أو ممكن فعل أي نشاط محبب لتغيير المزاج. من المفيد أيضا التنفس ببطء لتعديل الدورة الدموية والاسترخاء. هذا يلي بينصحوا فيه الأطباء، وسأزيدكم من الشعر بيتاً عن تجربة عملية أفادتني بشكل شخصي. الاتفاق مع شخص قريب إنه يكون بينك وبينه شفرة، سواء كان زوج أو ولد أو أخ، يعطيك إشارة لما يغمرك الغضب، فربما هالإشارة ترجعك إلى الصراط المستقيم وتدرك مدى أذيتك لنفسك ولمن حولك. في الحديث الشريف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مراراً قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن المفيد نعرف أنه مو غلط إن نغضب، فمشاعر الغضب طبيعية وضرورية، لكن علينا نتدرب وخاصة أمام الأبناء على كيفية التحكم بالمشاعر دون كبتة، لأنه قمع الغضب يؤدي إلى الكثير من الأمراض. والتعبير عن المشاعر يسهل على الإنسان تقبل نفسه ويسهل على الآخرين أيضا فهمه. هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. ألقاكم بحلقة جديدة مع تمنياتي لكم بسعادة تامة لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام.